طبعا بدنا نسجل الأحداث التاريخية اللي صارت بالولايات المتحدة واللي وصف البعض بالانقلاب. خلينا نستمع لعضو الكونغرس ديمقراطي بتصريح للسي ان ان، شو بيقصد بهذا الكلام؟ I'm calling on all of my conservative friends, my Republican friends, to say what would I do if Black Lives Matter dropped 30,000 black people on the nation's capital and laid siege to the seat of power in the middle of a joint session of Congress and broke in. What would I say if Black Lives Matter do that? I'm going to say that right now. What would, if Muslims did it, if Muslims dropped 30,000 Muslims on the seat of government in the middle of the joint session of Congress and ran in there and there was blood on the floor. طبعا هو عم بيقول ماذا لو كان الناس اللي اقتحموا الكونغرس هم سود او مسلمين. طبعا ليش قال الحكي؟ لان دائما في تنميط في السلوك الهمجي دائما يلصقوه باعراق او اصحاب دين معين في العالم، وهي إشارة واضحة منه. والحقيقة اللي أثبتته الأحداث مبارح أنه موضوع هذا السلوك غير مرتبط بجنس أو عرق أو دين، وهذا دايما اللي نحن أنا من 10 سنين عم بحاول يعني أشرحه وحارب من مشانه، أنه الشعوب متشابهة في كل الأماكن. ومبارح الأحداث يعني شفنا بيض مناصرين لترامب، أميركان يعني من أرقى دول العالم المفروض يكونوا، اشتبكوا مع الشرطة واقتحموا مبنى الكونغرس الأمريكي، كسروا النوافذ، كسروا الأبواب واقتحموا المبنى وكشفوا هذا المبنى اللي المفروض يكون هو رمز للديمقراطية ليس في أمريكا إنما في كل العالم، كشفوا لك الوسائل الإعلام، يعني مطاردات في الردهات بين الشرطة والمتظاهرين، والشرطة لاحظنا انه في الشرطة معظم الشرطة يلي دافعت عن المبنى هن من السود يلي دائما يتهموا بالهمجية في الولايات المتحدة. هالمرة كانت الصورة الحقيقة يعني معبرة جدا بانه البيض هن اللي عم يخربوا ويقتحموا والشرطة السود مثل ما شايفين هن اللي عم يدافعوا. ما لها علاقة الشغلة بالجنس واللون، لها علاقة بالنظام بالدولة. هلا بدنا نحكي فيها حتى نعرف هوية المقتحمين، مو كلهم هلا بكره بيقول لك رعاع متشردين. في صار في حادثة اطلاق نار وفاة سيدة أميركية، تم كشف انه هذه السيدة الأميركية هي ضابط رفيع المستوى في سلاح الجو الأميركي سابق، لحتى نعرف نوعية الناس اللي كانوا، مو كلهم من المشردين. هلا في اصوات بتطلع بتقول هذا الكلام. وشو اللي بنحسن نستفيد منه من هذا الكلام كله؟ بأنه دائما وقت يصير في اختلال في الدولة تعمل فوضى، الشعب ما له علاقة بأي دولة بما فيها الولايات المتحدة، واليوم كان عندنا المثال واضح. والضامن الأساسي لاستقرار الدول هو قوة الدولة، قوة المؤسسات، سيادة القانون واحترام المواطنين لهذا القانون، وامتلاك الدولة القوة لتطبيق القانون في حال المواطنين ما احترموا القانون. في الولايات المتحدة يعني بالمثال اللي مبارح، رئيس نزع للجنون، صار عنده هذا اللي صار، جنون العظمة. إذا بنسمع خطابه مبارح، العملية الديمقراطية مزورة وفاشلة، وسائل الإعلام متآمرة عليه، الزلمة صار في شيء بعقله. يعني واضح خطابه ما كان خطاب رئيس طبيعي. أنا على طول عمري ومن قراءاتي ما شفت شخص تحدث بهالطريقة وقت خسر بالانتخابات، خطاب تحريضي واضح انه هذا الزلمه صار في عنده حاله نفسيه. هلا وقت في دوله، هلا صحيح هذا الشيء اللي صار بالولايات المتحده يعني مفاجئ، ولكن هلا بتشوفوا الامور بترجع على الطريق السليم وبيصير ضبط لهالحادثه. هي شو اللي بيضبط هاي الحادثه؟ هو وجود المؤسسات، وجود الديمقراطيه، وجود الاحزاب، وجود رجال الدوله. يعني حتى في من الجمهوريين نفسهم معظمهم انقلبوا على ترامب، بيضل البلد وبينحرق ترامب، مو بينحرق البلد وبيضل ترامب. ونحن بالمنطقة الشرق الأوسط هذا شيء كل شيء بدنا إياه، بدنا الدول الأخرى ما تعمل حالة وصية علينا وتتدخل في قرارنا وتتركنا نمتلك قرارنا. ونحن شو لازم نعمل؟ لازم نسعى فقط لبناء الدولة، بناء المؤسسات، سيادة القانون، وخلق ديمقراطية حقيقية بتمنع وقت في رئيس بجن وبيحاول يستأثر بالسلطة وبيكون قادر يحرق البلد. يعني هلا طبعا مو كل الشعوب، مو كل الولايات المتحده مثل هدول الناس اللي شفناهم، صحيح ان قله 30,000، بس لاحظوا انه في رئيس، اذا رئيس
تمسك بالسلطة، 30,000 من ناس لظروف كثيرة ممكن يأيدوا، 30,000 شخص على 400 مليون ممكن يخربوا البلد. وأيضا في منطقتنا كمان رئيس إذا صيف وجن بيجي 10,000 أو 15,000 شخص بيلتموا حوله بيخربوا البلد، بيصيروا ميليشيات، بيصيروا شبيحة، بيصيروا كذا، بيتآمروا مع ناس، بيجيبوا ناس علينا بيخربوا البلد. لا، ما في مؤسسات، ما في قانون، ما في حرية. فالدرس المستفاد من كل الذي حصل بأن الشعوب متشابهة، وبأنه في حال وجود دولة وقانون ومؤسسات الشعوب تنضبط وتصبح متطورة وتتقدم إلى الأمام. وفي حال اختل عمل الدولة وعمل المؤسسات، كان في سوريا، كان في ليبيا، كان في أي منطقة في العالم، يختل البلد ويحترق البلد، لأنه لا يوجد دولة. وفي المكان الذي يوجد فيه دولة حقيقية مثل الولايات المتحدة ما راح نشوف، راح المؤسسات ترجع تسيطر على الموضوع. هذا الفرق الوحيد. أما الشعوب هي متشابهة، الشعوب تسلك ذات السلوك، الموضوع بيصير فيه نوع من الخبرة ومن خلال الممارسة بتصير في شعوب أحسن من شعوب، ولكن لا يوجد خلل في الجينات، لا يوجد خلل بناء على اللون أو الدين. وهذا الدرس لازم نتعلم منه من الولايات المتحدة ونطوي الصفحة ونخلص منها، وكلنا يكون في عنا جهود باتجاه بناء الدولة لحتى ننتهي من هالواقع المزري الموجود في منطقتنا. شكرا لاستماعكم. بتمنى من يلي بيحب المحتوى بقناتي، من يلي ما اشتركوا لسه في القناة وبيحبوا يدعموا هذا المحتوى يكبسوا زر الاشتراك في القناة. وشكرا لاستماعكم ومتابعتكم، وإلى اللقاء.